حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 4% بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ $2.17 ليصل إلى $76.61، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت $3.23. فيما أغلق خام برنت على ارتفاع أيضا بمقدار $1.47 ليصل إلى $87.63، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت $2.35. وأغلق خام غرب تكساس الوسط الأمريكي على ارتفاع بمقدار $0.98 ليصل إلى $81.31 للبرميل الواحد، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت $1.45. قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سجل في نهاية عام 2022 نمواً ب8.5%. وأضاف الوزير السعودي أن النمو الذي سجلته المملكة جاء بدعم الأنشطة غير النفطية، معرباً عن توقعه بأن يحقق اقتصاد المملكة نمواً بنسبة تفوق 3% مقارنة بتقديرات البنك الدولي التي تصل إلى 3.7%. ولفت إلى أنه لن يتم استبدال إيرادات الرسوم والضرائب بالإيرادات النفطية، مبيناً أن التوقعات تشير إلى تباطؤ في العام الجاري وليس ركوداً. ارتفعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات الختامية مسجلة المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى $87.63 للبرميل الواحد مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.8%. وصعدت عقود الخام الأمريكي إلى $81.31 للبرميل الواحد مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%. قالت الخزانة الأمريكية إن عجز أمريكا المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب بأزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطات. وصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند $31.4 تريليون، ما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل. وأبلغت الخزانة الأمريكية زعماء الكونغرس أنها بدأت باستخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى 5 من شهر حزيران القادم. قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستا لينا غورجيفا إن التوقعات للاقتصاد العالمي أقل سوءا مما كان متوقعا قبل شهرين. ورأت غورجيفا أن التضخم في انخفاض، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام. وفي السياق عزى البنك المركزي الأوروبي الزيادة المتوقعة في النمو إلى يقظة الصين بعد أن أنهت مؤخراً قيوداً صارمة لمكافحة فيروس كورونا كانت تعرف باسم سياسة صفر كوفيد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.